المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها، اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم حلوة جوز الهند أو الكوكو السهلة والاقتصادية. لنبدأ على بركة الله. لدينا 150 مللت من الزيت، ما يعادل كأس عنب الزيت، و150 غرام من السكر، ما يعادل كأس عنب السكر، و100 غرام من الزبدة وسكر فانيلا، و100 غرام من جوز الهند أو الكوكو، و8 غرام من خميرة الحلوى، والدقيق يبقى حسب الخليط. أضيف السكر إلى الزبدة وسكر فانيلا ثم أضيف الزيت ثم أضيف الجوز الهند أو الكوكو وأضيف الدقيق تدريجيا وخميرة الحلوى هذا هو قوام العجينة. كمية الدقيق المستعملة هي 350 غرام من الدقيق. أقوم بتشكيل العجينة على شكل كويرات، وأقوم بغطس وجه الحلوى في خليط يتكون من ملعقتين كبيرتين من السكر وملعقتين كبيرتين من جوز الهند. ثم أزين الحلوى بقالب على هذا الشكل. أستمر على هذه الطريقة حتى أنهي باقي العجينة. وأدخل صينية الحلوى إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هذا هو الشكل النهائي للحلوى. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.